الفيديو هذا ريكوردد بعد سام اورز ملي في فايت كي اس اي ولوغ. قبل ما نحكي على شكون نورمالمون يربح وعلاش ينجم يكون هذا الكل على الفلوس وعلى الفيوز كهو، ونعطيكم اوف كورس البروفس والادله اللي تخلي كلامي 100% صحيح، خليني نحكي لكم على ماي اكسبيرينس والهايب اللي كنت فيه وبعد الديزابوينت خيبه الامل الكبيره اللي عشتها. اما بيك فان كي اس اي، ومن الواضح اني قبل الفايت باش نكون كايندا ستريس، خاطر بالحق ما نحبش كي اس اي يخسر كيما زيد ما حبيت ديجي يخسر. اما للاسف خسر ديجي، اما انا جوست حبيت جيك بوليك على راسه، والحمد لله ديجي لبالي طلباتي خرج ندمدم في الروندة الأولى. وباي ذا وي كي باش نحكيو على الفايت متاع ديجي وجيك بول، ديجي ما كنتش متوقع باش يعمل حاجة كيما كي، خاطر بالنسبة لي كان فايت طيارة على الأخر، والناس الكل فخورة بيه، وزد دخل أكثر لقلوب الناس، وبرشا عباد كانوا يكرهوه ولاو يحبوه، وكي خسر ديجي زد خفت، خاطر برجولية خايبة ياسر كان يخسر زوج خوات، ومو واحد منا واحد من، كي كتولي حاجة معقول. عاد بدا الفايت متاع لوغن والكي اس اي، في الانتروز نتاعهم الزوز، ليترالي نرعش من الخوف أما زادة من الهاي، خاطر شو من وقتاش ونحن نستناه، وقداش من فيديو هبط، وهما يترناو، وقداش من إنسان يحكي على الفايت. في الانترنس متاع لوغان بول كرينجيت شويه، خاطر حط السونغ نتاعو اللي فيه صوت كي اس اي، وصوت كي اس اي بيدو في الغنية هذيك بالخص اوكورد على الاخر، بون نورمالمون تكونوا تعرفوه. بعد جاي دور كي اس اي باش يدخل، وكانت مفاجأة خاطر دخل من غير البندانا نتاعو اللي في واحدة من الكونفيرونس لوغان بول حاب ينحيها له. أول حاجة خطرت في مخي قلت باز ما حبش يلبس البندانا، خاطر لوغان بول قالوا نستنى وقتاش نو كيك داون ونحي لك البندانا نتاعك. دخل كي اس اي للرينج وبدا يعمل في ديجنيماس لوغ، فاينالي بدا الفايت وبدا الخوف. في الروندة الأولى والثانية لوغان بول اللي جيت دومينا على جيم وعرف كيفاش يلعب بالكدا، وديسريسبكت كي اس اي اكثر من اللي تتصور. كل ما كي اس اي فيلي ضربه والا ما يجيبش في لوغان يعمل له جريماس في وجهه، وتنجم تخلي كي اس اي يزيد تحطها في قلبه ويتنرفز، والا الكونفيدنس اللي عنده الكل تطيح في الماء. اما نورمالمون ليه الكونفيدنس نتاعو زاد طلعت، خاطر كي اس اي دومينا على الروند الرابعه والخامسه وعرف كيفاش يلعبهم بالكدا، خاطر قبل ما كانش خالد باش يضرب لوغان جمله، بما انه لوغان اطول منه ويديه اطول من دين كي اس اي. الكراود الكل ولا تشجع في كي اس اي، والشات بتاع ستريم اللي نتفرج عليه جون كريزي على الاخر، وكلها تسبامي كي اس اي وكرفز هذوكم الكل. 2-2 كي اس اي ولوغان متعادلين. كي اس اي كان ماشي في ثنية الربع، اما لوغان قاس عليه ثنية وفاق على وضعه، ومن روند الخامسة ولا صعب على لجنة التحكيم انهم تقرر شكون باش نجم يربح. الحقيقة ما كنتش نتفرج على لايف الكل، توب نايت يرحم ولدها ملي فات الروند الرابعة قصت، سبحان الله ما لقات وقتاش تقص، وانا عارف اللي الفايت قريب باش يوفى، دونك دوب ما ترجع الكونيكسيون باش نعرف من الاخر شكون ربح من غير ما نشوفوا كيفاش ربح. بدات الكونيكسيون ترجع بشوية بشوية، بدات ترجع من الاول بالضعيف، ونرى في الشات الكل كي اس اي كي اس اي، وجوني برشا مسجات على كي اس اي. وقتها قلت 1000% كي اس اي يربح، ومشيت طول هبط بوست على الفيسبوك وانا باش نموت من الفرحه، وانا كيكا وجيني سيري تاع كومونتيرات يا لطيف، الناس كل كاتبه فيك ومازلت وتاي وتعادلوا ودرشنية ودرشنية، وانا مانيش فاهم حتى شيء. وهبا عاودت قص الانترنت، وبعد كي رجعت عرفت اللي لوغان وكي اس اي تعادلوا، وبهت خاطر خليت كي اس اي رابح، والناس كل مش في بالهم اللي كي اس اي سيبون ربح مش كان انا معنا اصلا. كي عملوا ريفريك التنتنتن نتاعهم الناس كل مشاو يجريو كي اس اي، ولوغان طبس راسه ومشي. واذا كان نشوفوا شنو قال كيمستار واللي كان اقرب ما يمكن من جو نتاع الفايت، قال اللي حتى من عائلته واصحابه قالوا سي ولدنا ضاع، نقصد قالوا يعني لوغان سيبون خسر. وحتى كي الحكم هز ايديهم مزوز، الرياكشن تاع كي اس اي كانت لجيت اكثر تاع واحد بالحق مظلوم، سخفني الحقيقه. واللي يزيد يوريك انه كي اس اي ولوغان يتعادلوا حاجه ان اكسبكتد جمله، في السيتات نتاع القمار حاشا المحل حاطين يا لوغان يخسر والا كي اس اي يخسر، مش حاطين انهم يتعادلوا، معناها الناس كل اللي قمروا خسروا فلوس، والفلوس هذوكم بيان سور ماشيين للسيت نتاع البيت والكي اس اي ولوغان. ومش كان هذوكم زاد خسروا فلوسهم، العباد اللي شراو لك سي زاد خاطر الفايت هذا يتعدى كاينو ما صار حتى شيء، معناها مش هذا المين ايفنت، المين ايفنت اللي باش يحكم شكون باش يربح كي اس اي والا لوغان بول في الحلقه القادمه. وفما سكرين شوت زاد تشكتني شويه، بوست كيم ستار قبل الفايت اللي هي هذه برشا، انا مش نقول حتى شيء اما جوست اقراوها حاولوا افهموها، مانيش نقول اذا كان الفايت فيك والا لا والا سكريبتد والا ماهوش سكريبتد، انا عطيتكم الانفوز الكل. اذا كان زاد لقيت سكرين شوتس اخرين تو نحاول نبوستيهم، وانتم قولوا اللي تحب. سوري اذا كان الفويس متاعي ويرد شويه خاطرني مريض، and that's it. Peace.